تنضم إلينا من رام الله دكتورة تمارا حداد الكاتبة والباحثة السياسية. أهلا بك دكتورة في هذه التغطية. إذن 18 يوما وما زال التعنت الإسرائيلي بموضوع إدخال المساعدات والوقود تحديدا إلى قطاع غزة، بالإضافة إلى المزيد من حملات المداهمة والاعتقال في الضفة الغربية والأراضي المحتلة. إلى أين تسير الأمور؟ في البداية أسعد الله صباحكم وصباح المشاهدين والمشاهدات الكرام وتحيات الكلمة. أولا، الاحتلال الإسرائيلي مستمر في تنفيذ أهدافه الأمنية والعسكرية سواء كان في الضفة الغربية أو حتى على مستوى قطاع غزة، وبالتحديد أنه يستخدم سياسة إطالة الحرب وإطالة الوقت، ويستخدم مسألة الوقت من أجل تنفيذ مخططاته من خلال إضعاف المقاومة الفلسطينية وأيضا استنزاف المقاومة الفلسطينية. باعتقادي أنه يستخدم أسلوب آخر، وهو أسلوب أيضا تعميق الأزمة الإنسانية. لذلك الاحتلال مصمم ومتعنت في تنفيذ سياساته. باعتقاد أن الاحتلال الإسرائيلي عندما تم الإشارة أن يجب أن يكون هناك إنهاء وهزيمة حركة حماس، لذلك هو يسير في هذا المسار في عملية يعني اقتلاع المقاومة في قطاع غزة واستمرار حالة الأزمة الإنسانية، وهذا ما تم الإشارة إليه بأكثر من صعيد. وأيضا الدلائل والبراهين تظهر هذا السياق، نتيجة أن حتى هذه اللحظة أن 18 يوما ما زال الحصار الأمني والاقتصادي والسياسي وإطباق العسكري الواقع العسكري على قطاع غزة. باعتقادي أن الاحتلال ما زال حتى هذه اللحظة هو يفصل الواقع الإنساني والواقع العسكري، وهو مصمم على تنفيذ الواقع العسكري في سياق قطاع غزة حتى على مستوى محافظات الضفة الغربية. باعتقادي أن الواقع الإنساني لو أراد أن يحقق الواقع الإنساني على الأقل إنقاذ المدنيين، لكن هو غير مهتم سواء كان بالواقع المدني الإنساني في قطاع غزة أو حتى على مستوى الواقع الإنساني لورقة الأسرى الإسرائيليون. نظرا أن تم سؤال يوم أمس لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية بايدن، تم الإشارة إلى آلية وقف إطلاق النار، وأشار ضمن المؤتمر الصحفي من المبكر عملية وقف إطلاق النار، وهذا إشارة أن هذا وقت في عملية أن يكون هناك مفاوضات لورقة الأسرى الإسرائيليون، أو في علاقة بعملية ما تريده حركة حماس أو ما تريده المقاومة الفلسطينية في سياق قطاع غزة. باعتقادي أن الاحتلال أو الرؤية الأمريكية بالتحديد أن قطاع غزة هو يحارب، ليس يحارب فقط على مستوى الواقع الإسرائيلي، وإنما أيضا يحارب كل الرؤية الأمريكية التي في سياق أنها تريد بالفعل أن تقضي على واقع القدرة القيادية وأيضا السياسية والحكومية لحركة حماس في قطاع غزة، حتى يتسنى تنفيذ المخططات الاقتصادية والمالية بالتحديد في قطاع غزة والسيطرة الكلية على غاز غزة. ناهيك أن المخطط الآخر في عملية تنفيذ عملية واقع تنفيذ تفريغ المنطقة الشمالية من قطاع غزة حتى يتسنى بالفعل تحويلها إلى منطقة أمنية وحدود أمنية التي تسمى ضمن سياق حدود منطقة أمنية هذا إشارة أن الاحتلال حتى على مستوى المحافظات الوسطى والجنوبية لا تسلم من سياق الضربات القصف الجوي، لأنه يستخدم عملية إطالة الوقت ومسألة الوقت في سياق استنزاف المقاومة الفلسطينية من خلال استخدام آلة القصف الجوي التي حتى هذه اللحظة هي مستمرة في سياق قطاع غزة. ناهيك أنه يستخدم أيضا إطباق الواقع الأمني في محافظات الضفة الغربية حتى يتحول أن تتحول هذه المناطق الضفة إلى انتفاضة. لذلك يسعى الآن في عملية الاعتقالات، وبالتحديد من لهم علاقة في عملية تحرير الضفة الآن هي الضفة الغربية. هناك صحيح مسيرات وتظاهرات، لكن في سياق هذه التظاهرات يعني مؤشرات الانتفاضة موجودة، لكن واقع المقومات الانتفاضة هي غير موجودة. نظرا أن هي يسيطر عليها السلطة الوطنية الفلسطينية، وحتى هذه اللحظة أن واقع الفصائل المنظمة التحرير وأيضا الحركة فتاح يعني لا يحرك الجماهير، نظرا حتى لا يتم أن تتحول الضفة الغربية كما يحدث في قطاع غزة، نتيجة أن الاحتلال عندما يستخدم الآلة الصلبة أو الآلة العسكرية يستخدمها بكل شراسة وبكل قوة، لا يهتم بأي واقع إنساني أو مدني، رغم أن القانون الدولي الإنساني يشير أن هذه الجرائم
تعتبر جرائم حرب، وناهيك أن في سياق أن بحسب القانون الدولي والاتفاق الدولية أن الوحيد المسؤول في سياق محافظات الضفة الغربية أو قطاع غزة الذي يجب أن يقدم الطعام والشراب والكهرباء والماء طالما أن الشعب الفلسطيني. دكتور تمارا، على ذكر هذه الخروقات، يعني بيواصل الجيش الإسرائيلي قصفه المستمر على المدنيين وخرقه الواضح للقانون الدولي ومواثيق حقوق الإنسان كما تابعنا في هذا التقرير قبل استضافتك. محكمة العدل الدولية ستعقد جلسات استماع عامة بشأن هذه العواقب القانونية الناشئة من الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية. برأيك إلى أي مدى ممكن أن يكون لها تأثير في وقف هذه الانتهاكات من جانب جيش الاحتلال ضد الأراضي الفلسطينية؟ إذا تحدثنا بكل واقع، صحيح أن الإطار القانوني يأخذ وقتا في سياق عملية المحاكمة، لكن في نهاية المطاف ما يحدث من جريمة حرب وإبادة جماعية في واقع قطاع غزة حتى على مستوى الضفة الغربية، هذه الأمور يجب أن ترفع إلى محكمة الجنايات الدولية، بمعنى أن الجانب السياسي الفلسطيني لديها القدرة في عملية تقديم هذه المحاكمات، نظرا أن السلطة الوطنية الفلسطينية عضو في سياق محكمة الجنايات الدولية، فتستطيع أن توثق هذه الانتهاكات وأن ترفعها إلى سياق محكمة الجنايات الدولية، وتستطيع هذه المحكمة أن رغم أن إسرائيل هي غير عضو ولكن تستطيع هذه المحكمة أن تقوم بعملية رفع القضايا في سياق يعني أن تحاكم إسرائيل، ليس فقط على محاكمة إسرائيل وإنما محاكمة الأفراد الأشخاص الذين يقومون بهذه الجرائم في سياق واقع قطاع غزة. أيضا محكمة العدل العليا أيضا لها سياق في سياق هذا الأمر من أجل أن تحاكم، ناهيك أن واقع نتحدث بواقع إنساني ومدني، ناهيك أن حتى الشعب الفلسطيني الذي تحت إطار سلطة مؤقتة احتلالية أيضا من حق كل السلطة الوطنية الفلسطينية وحتى كل القانونيين وفي سياق نقابة المحامين أو بغض النظر من يستطيع أن يقدم هذه المحاكمات، أن الشعب اللي تحت إطار احتلال وطالما هناك محتل في سياق قطاع غزة والضفة الغربية، الوحيدة السلطة الوحيدة التي تستطيع أن تقدم الطعام والشراب ومن مسؤوليتها الدولية وأيضا السياسية والقانونية أن الاحتلال هو الذي يجب أن يقدم هذا الطعام والشراب وليس أي منظمات أخرى، كون أن الاحتلال حتى هذه اللحظة هو الاحتلال في سياق الضفة وقطاع غزة. إذا تحدثنا بكل واقعية أن الضفة الغربية هي غير محررة وقطاع غزة هو غير محرر، إذا تحدثنا بكل واقعية الذي يسيطر على واقع الضفة الغربية في المعابر حتى على مستوى الرواتب للسلطة الوطنية الفلسطينية فالذي يقدمها هي المقاصة، يعني إسرائيل تقدم هذا السياق حسب اتفاقية أوسلو واتفاقية باريس الاقتصادية، وأيضا هو الاحتلال مسيطر على حتى على مستوى واقع قطاع غزة وأيضا هو يسيطر على هذه المعابر، وناهيك أن حتى محافظات الضفة الغربية هناك يضع الحواجز بين مدينة يسيطر عليها من كافة الاتجاهات، لذلك المسؤول الوحيد في سياق من يجب عليه أن يقدم المسؤولية المعاشية والحياتية هو الاحتلال، هذا الواقع الحقيقي إذا تحدثنا بكل واقعية حسب الإطار القانوني حسب الإطار الدولي حسب الإطار هذا موجود في الشرعية الدولية والقرارات الأمم المتحدة طالما أن الاحتلال هو احتلال ولم تتغير أن الواقع. دكتورة، ما الذي يدفع الاحتلال الآن إلى فتح أكثر من جبهة في حركاته إن كان في محاولات القصف أو استمرار القصف لغزة وكذلك الاعتقالات في الضفة الغربية والأراضي المحتلة المختلفة، وهناك خبر الآن عن إصابة جندي إسرائيلي وفق الإذاعة الإسرائيلية أو الجيش الإسرائيلي بأن إصابة جندي خلال اقتحام لقرية برقة شمال مدينة نابلس المحتلة، يعني يفتح أكثر من جبهة بالإضافة إلى الجبهات الخارجية إن كان مع جنوب لبنان أو إن كان محاولات التصعيد في جبهات أخرى. تحدثنا بكل بأكثر عمق استراتيجي أولا الذي يجر هذه المناطق إلى حروب هي الولايات المتحدة الأمريكية وليس إسرائيل. إسرائيل هي تقلق من وحدة الساحات، صحيح أنها تقوم بعملية الاقتحامات والاعتقالات والاغتيالات في الضفة الغربية، هي تعتبر أن الضفة الغربية هي الحديقة الجانبية التي يجب أن تؤمن دائما وأبدا واقع الأمن القومي للاحتلال الإسرائيلي، لذلك يقلق أن يكون هناك في واقع وجود الشباب الثائر الذين ينمون في قيام عمليات فردية ونتيجة تجميع المعلومات الاستخباراتية فهم يضعون
النقاط الحمراء ويتم عملية الدخول هذه المناطق، نظرا أن الاحتلال يستطيع الدخول إلى محافظات الضفة الغربية بكل سهولة دون أن يكون هناك أي نوع من الردع أو أي نوع من عملية المقاومة. هناك مقاومة تحت إطار الفلسطينيون، بمعنى أن الفصائل الفلسطينية التي تؤمن في سياق المقاومة المسلحة هي موجودة في بعض المناطق، سواء كان في مخيم جنين، في نابلس، في أريحة، في بعض المناطق حتى طول كرم. هذه المقاومة الفلسطينية يسعى الاحتلال إلى عملية اقتلاعها أو إزاحتها أو عملية قمعها أو عملية تركيع الشعب الفلسطيني. يعني عملية التذكير أن عمليات الاعتقال طالت أكثر من 85 فلسطيني في الضفة الغربية لليلة الماضية فقط، والعديد من الشهداء سقطوا وارتقوا، وكذلك المعتقلين في ارتفاع. يعني في تساؤل سريع لحضرتك حتى تنتقل إليك أيضا زميلة آية، يعني الآن في ظل هذه الاعتقالات والتصعيد المتواتر، ما الذي هو متوقع من قبل الفصائل في الضفة الغربية وفي الأراضي المحتلة؟ حتى هذه اللحظة أن بوادر تحول إلى انتفاضة، هذا بحاجة أن يكون هناك يعني قرار من السلطة الوطنية الفلسطينية وقرار من فصائل منظمة التحرير. حتى هذه اللحظة أن عملية الهدوء في هذا السياق الحالي ما زال حتى هذه اللحظة متواجد، خوفا من أن يكون هناك صورة مستقبلية لما يحدث في قطاع غزة من مجازر، من عمليات أيضا قصف جوي على المستشفيات والأبنية وأيضا البنية التحتية في سياق كافة أشكال وتواجدها. لذلك حتى هذه اللحظة السلطة هي تستمر في سياق الجهد السياسي والدبلوماسي حتى لا يتسنى التحول بالفعل، أن منطقة الضفة الغربية أن تصبح هناك في حالة من الأزمة وعدم وجود من الأمن والاستقرار، حتى لا يتحول بالفعل أن الضفة الغربية هي تصبح مشتعلة بشكل حقيقي. لكن في سياق أن هناك من الشعب الفلسطيني، بمعنى مسيرات هي ميدانية على أرض الواقع، لكن الواقع الميداني أن يتحول إلى انتفاضة حتى هذه اللحظة غير موجود، رغم أن الفصائل هي تتابع من ناحية سياسية، بمعنى أن منظمة التحرير ما زالت حتى هذه اللحظة تتبع الأسلوب السياسي، تتبع الأسلوب الدبلوماسي، تتبع أسلوب التواصل مع الدول العربية أو التواصل مع الدول الغربية حتى يتسنى على الأقل إيقاف ويعني إطلاق النار الذي يحدث في قطاع غزة. لكن باعتقادي أن الاحتلال مصمم برأي تنفيذ دكتور تمارا، أي خيارات الآن أمام الدول الأوروبية في تمرير مشروع قرار فيما يتعلق بوقف إطلاق النار هناك، بجانب أو في الضغط على الجانب الأمريكي أيضا؟ تحدثنا بكل واقعية أن هناك في الاتحاد الأوروبي هناك مواقف متناقضة، لكن الأغلبية العظمى هي إلى صف الاحتلال الإسرائيلي وإلى صف الرواية الصهيونية، وهذا إشارة أن تلك الدول التي لها تأثير قوي بالتحديد، بريطانيا، ألمانيا، أيضا إيطاليا، كل هذه الدول التي لها علاقة في واقع الدعم العسكري واللوجستي والتسليحي كلها منحازة لدولة الاحتلال الإسرائيلي. وناهيك عندما تم الإشارة بزيارة الدول العظمى، معنا اليوم سوف يكون هناك زيارة للرئيس الفرنسي ماكرون، هذا إشارة أن تلك الدول هي بالعكس هي تقدم الدعم المعنوي وتشير إلى الدول العربية أننا ما زلنا إلى صف دولة الاحتلال الإسرائيلي. أما في سياق واقع الهدنة الإنسانية هم يشيرون إلى واقع سوف يتم تركيز وتعزيز الهدنة الإنسانية، لكن في نهاية المطاف أن إسرائيل هي المتحكمة في هذا السياق، ومعنى أن الضغط الأمني وأيضا العسكري في سياق حكومة الوحدة الوطنية وحكومة الطوارئ هي التي تعزز واقع أن يكون هناك تعميق الأزمة الإنسانية حتى يتسنى أن تتسلم وأن تسلم ذاتها المقاومة الفلسطينية، بمعنى أن تتنازل بالكثير من الأوراق وبالتحديد ورقة الأسرى الإسرائيليون، كون الآن هي ما زالوا بحوزة المقاومة الفلسطينية. لذلك هم يضغطون في سياق تعميق من خلال تعميق الأزمة الإنسانية، ويضغطون من خلال آلة القصف الجوي، وأيضا يضغطون في سياق الضفة الغربية، بمعنى أنهم يركزون على عملية الحصار المطبق سواء كان في الضفة أو على مستوى قطاع غزة.